يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إننا نحبكم في الله، فهل من وصية لي ولمن يأتون من قارات بعيدة بحثا عن العلم وبحثا عن علماء السلف، من وصية لهم في نشر العلم في بلدانهم وعدم كتمانه؟ نعم، هذا واجب عليهم. العلم أمانة، حملك الله إياه أمانة من أجل أن تعمل به وأن تبلغه لغيرك. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا هو المطلوب من تعلم العلم، أن تعمل به وأن تعلمه لغيرك وليس لك، هو أمانة عندك، حملك الله إياه. نعم.